برج العرب. قبل بس ما اكمل مع حضرتك يا دكتور، اذا كنت ههني فانا ههني جمهور النادي الاهلي، اذا كنت هقول مبروك فانا هقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، اذا كنا سعداء فاحنا سعداء بجمهور النادي الاهلي. النهارده او امبارح هو الموضوع ده اتقال لي، بس انا قلت لهم خلوه في مع المباراه نتكلم مع الناس ونبارك لكل جمهور النادي الاهلي وصول قناه النادي الاهلي الى مليون فولو، مليون زي ما حضراتكم شايفين امام حضراتكم. اذا كان هناك من يستحق ان انت تبارك له في مثل هذا الحدث، طبعا كل المسؤولين في القناه وكل الناس اللي موجوده، ولكن جمهور النادي الاهلي دايما بيقف ورا قناته، جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر قناته، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيوصلنا للمليون. انا متاكد ان احنا ان شاء الله برضو في خلال شويه صغيرين كمان هنوصل لل 2 مليون واكتر واكتر، لان ده الطبيعي. ولكن عايز اقول لحضراتكم ان احنا اكبر قناه نادي ليها فولورز على اليوتيوب في الشرق الاوسط وفي افريقيا. جمهور الاهلي جمهور عظيم جدا جدا كالعاده، موجود في كل حته وفي كل مكان. عشان كده الف مبروك لحضراتكم الاول لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك لكل المسؤولين في النادي الاهلي، هذا الانجاز ده انا بعتبره انجاز. كل الناس اللي تبقى عارفه الارقام اللي انا بتكلم فيها دي، مفيش قناه نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وصلت او وصلت لهذا العدد والرقم من المتابعين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دائما جمهور النادي الاهلي بيقف في ظهر اي حاجه فيها كلمه اهلي، جمهور الاهلي دايما بيكون واقف في ظهرها.